أكيد كانت فترة صعبة جدا حقيقي. فترة صعبة، وكورونا الحقيقة عيشتنا أيام صعبة جدا. أجيلك بقى أهلا، إزيك؟ الحمد لله كويس. قولي لي، يعني أنت السنة دي أو نقول السنة اللي فاتت، نبتدي بيها السنة اللي فاتت، يمكن كان عندك إخفاق بطولة أفريقيا وعيطتي جامد. أنا فاكر عياطك وعمري ما هنساه، عيطتي كنت زعلانة جدا جدا ومتماسكة يا عيني، إن أنت يعني إيه، أنا تمام بس مش قادرة تمسكي عينيكي من الدموع. اللحظة دي كانت لحظة تحول أنا في رأيي. انت قلت السنه دي لازم هاخد كل البطولات، صح؟ هو طبعا كان جول يعني عندي ان انا يعني ما يحصلش نفس اللي حصل السنه، يعني ما فكرتش فيه. انا السنه فاتت كنت داخله الماتش اللي هو يلا بقى لازم تكسب مش عارف ايه. يعني السنه دي بقى كنت حاطه لكل بطوله ان انا اللي هو العب وخلاص، عشان انا لما بقعد افكر يعني بزياده ايوه التركيز بيقل. فانت اتعلمتي من المره اللي فاتت انه خلاص كل ماتش بماتش وعلى قد الماتش انا هفكر. ايوه طب السنه دي انت شايفه، يعني نقول سيبك من بدايه بطوله عربيه، يعني ايه الماتشات الدوليه بالنسبه لك السنه دي اللي كانت هي عنق الزجاجه في تصنيفك؟ هو انا كنت عندي بطوله في سلوفينيا اول سنه، مش فاكره امتى بالظبط، بس البطوله دي كانت مهمه قوي عشان البطوله دي اللي هي بتاعت 15 19. نعم. ساعتها كنت اخدت بطوله ال 15 حتى ما كانتش بسهوله، بعدين بقى يوميها بعدها بشويه لعبت اللي هو فاينل بتاع ال 19. فاينل 19 خدت تاني صح؟ لا ساعتها دي بقى اخدت اول و الاثنين خدوا اول. ايوه اخدت الايفنتين وكانت يعني من اهم البطولات ليا، حتى مع انها تبع 19 بس بتدي بوينتس للسيدات وكده، فدي كانت مهمه قوي برده. الماتش ما كانش سهل خالص، كنت العب مع لعيبه من فرنسا وكده، فكان ماتش يعني. طب انت لما بتسافري بتسافري لوحدك صح؟ لا لا بسافر مع مدرب. مدرب سواء مع النادي الاهلي طبعا مسافر الجهاز كله. بس انا بتكلم مع المنتخب، او لو انت مسافره لوحدك بتشاركي بطوله باسمك بتسافري معاك مدرب. مين بقى اللي بيسافر معاك؟ هو على حسب، يعني على حسب كل مدربين فاضيين امتى، بس الفتره اللي فاتت كابتن هشام، كان كابتن هشام اسماعيل كان بيسافر معاك. يمكن بطوله سلوفينيا دي كانت اهم بطوله عشان لعبتي 15 و19 صح؟ ايوه دي. طب نخش بعد كده، كان ايه؟ يمكن لعبتي بطوله في البرتغال على ما اتذكر، ولا كانت فين؟ دي كانت السنه اللي فاتت. كانت السنه اللي فاتت. السنه اللي لعبتها اول غير سلوفينيا كان في ايه تاني؟ يعني مش عارفه. تونس بتهيألي لعبت تونس؟ لا لا في الدوري السويدي. انا ايوه الدوري السويدي. ايوه صح أيوة الدوري السويدي. يعني فاكرين، خلي بالك السويد والمانيا جنب بعض، هي كانت بتاعتي يعني. أيوة خلي يعني انا عايد عارفه بالظبط انت عندك ايه. بس خلينا اقول ان تفضل برضه بطوله افريقيا مهمه، يعني بطوله افريقيا بالنسبه لك هنا كانت اهم حاجه بتهيألي السنه دي. هي دي كانت اول حاجه، يعني من الجوز اللي كتب اول جول كتبت له انا عايز اخد يعني يا اما بطولة افريقيا يا اما كاس افريقيا. يعني كان بصراحه من اكتر الحاجات اللي انا كنت عايزه اكسبها، عشان هي يعني خلتني نقطة في التصنيف صحيح. وخلتني يعني 33 على مستوى العالم في السيدات و 15 17 كاس العالم. فرقت اكيد كاس العالم. هي مشكلة ان كاس العالم اتلغى السنه دي. ده خبر وحش قوي. انا عايز اعرف تفاصيله، بس خلينا نطلع.